إذن باسمك اللهم نبدأ على بركته، نتوكل منه دائما وأبدا. طلب السداد والتوفيق والنجاح أيها المتابعون الكرام عبر قنوات ياسر الرياضية، أيها المستمعون عبر الأثير FM، أرحب بحضراتكم من جديد هنا مع تواصل هذه الانطلاقات في هذه الفترة المسائية والتي خصصت لأبناء القبائل. وهنالك سن الحقائق والثلاثة كيلومترات. أتابع هذا الشوط وهو الشوط التاسع الذي خصص للحقائق. الأبكار انطلقت هذه الأسماء واندفعت لأتابع صدارة الشوط وأتابع المقدمة وأول الأسماء المتواصلة في هذه اللحظات على المقدمة. أتابع بواسل على المركز الأول، عبد الله بن علي بن حمد بن مبارك الفيدي المري يقدم لنا بواسل على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني من الجانب الآخر، أتابع كيان في هذه اللحظات وبشعار عبد الهادي بن علي بن مانع بودواس العجمي، وثالثا أتابع المنطلقة في هذه اللحظات والواصلة على المركز الثالث، تسللت إلى ثاني المراكز. هنا انطلقت فضاء وراشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري. رابعا أتابع أيضا انطلاقة ووصول الشاهينية، عبد الله بن سالم بن طويرش بن سالم العفاري تسلل وقدم لنا الشاهينية في هذه اللحظات. أيضا في هذه الأثناء أتابع المنطلقة، أتابع الواصلة، يا سلام يا سلام، أتابع انطلاقتي إدارة إدارة وصلوها للنعيرية بشعار فاضل بن ظفر بن راشد الهاجري. الخامسة الخامسة، أتابع خامس المراكز، انطلاقة تعريف في هذه اللحظات. وصل شعار علي بن بخيت بن هديب الجربوعي المري يقدم لنا تعريف في هذه اللحظات. ولكن أعود في هذه الأثناء مع شعار بن مقارح. بن مقارح يقود الأمور هنا على صدارة الشوط مقدما لنا فضاء، فضاء على الصدارة، فضاء على المركز الأول. ولكن بواسل، يا سلام على بواسل، عبد الله بن علي بن حمد بن مبارك الفيدي المري، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الأسماء بدأت بالاجتماع في موقع واحد في مركز واحد. وهنا الشاهينية بشعار عبد الله بن سالم بن طويرش بن سالم الحفاري يقدم لنا الشاهينية. أتابع اللي وصلت غدارة غدارة غدارة، محمد بن عبد الله بن جابر البريدي المري. ولكن بواسل من الجانب الآخر، بواسل على المركز الثاني تقدم المستوى الكبير، تقدم الأداء الكبير. ولكن وصل ممثل السمحة، وصل الرميثي، قمرة 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 انتزعت مقدمة الشوط. شعار الحذرة، شعار صوغة، شعار التوقيت الزمنية الكبيرة، يا سلام. قمرة 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 وغدارة غدارة 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 بواسل وقمرة وغدارة، يا سلامي على غدارة. انطلقت غدارة، محمد بن عبد الله بن جابر البريدي المري، وقمرة بشعار الرميثي، سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. ولكن قمرة غدارة وقمرة، قمرة وغدارة، يا سلام يا سلام. عادت قمرة مع اللحظات الأخيرة، عادت كعادات هذا الشعار النواميس، وإلا فلا يا الرميثي. سلام يا السمحة، سلام على هذا الفوز وهذا الانتصار والناموس مع قمرة. هنا بشعار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي المركز الثاني. وصلت هنالك غدارة، محمد بن عبد الله بن جابر البريدي المري، وثالثا وصلت هنالك تعريف علي بن بخيت بن هديب الجربوعي المري، ورابعا وصلت بواسل بشعر عبد الله بن علي بن حمد بن مبارك الفيدي المري، وخامسا وصلت المتحده بشعر راشد بن سعيد مصالح
الجربوعي المريتانينا والناموس هنا لحظات وصول وفوز قمرة 4 دقائق 19 ثانية 9 أجزاء من الثانية كانت لحظات وصول قمرة. سعيد بن مطر بن محمد الرميثي في هذه اللحظات تنتزع الناموس وتسجل أفضل ثاني توقيت في هذه الفترة. المركز الثاني 4 دقائق 20 ثانية 5 أجزاء من الثانية كانت لحظات وصول وفوز غدارة بالمركز الثاني. محمد بن عبد الله بن جابر البريدي المري وثالثا وصلت هنالك تعريف بشعار علي بن مخيت بن هديب الجربوعي المري من قدم لنا إدارة في هذا المستوى الكبير. نعم قدم لنا تعريف على المركز الثالث 4 دقائق 22 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.